أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من استوديو قناة الإمام الحسين الفضائية المجاورة والمطلة على حرم سيد الشهداء عليه السلام، يأتيكم برنامج هداية السائل. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الاتصال مباشرة بهواتف البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة، ونعلم المشاهد الكريم إلى أن رقم الواتساب هذا للرسائل فقط وليس للاتصال. كما نعلمكم أيضا أن كل ما يرد في البرنامج من أجوبة مطابق لفتاوى آية الله العظمى المرجع الكبير السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله. أولى هذه الأسئلة التي اخترناها لكي نبتدئ بها برنامجنا، السؤال الذي يقول صاحبه: هل يجوز العمل في معامل تعليب الأغذية والتي تتضمن لحما غير حلال، بين قوسين يعني ما مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ طبعا مو في بلاد عربية ولا في بلاد إسلامية ولا في بلاد مثلا تطبق على الأقل الحد الأدنى من التعاليم الإسلامية، يعني في بلاد لنقل هكذا علمانية، وإن كان هو صاحب السؤال لم يذكر، ولكن لو يعني مع هذا الفرض لو كان وجد هو هناك في تلك البلاد واضطر أن يعمل في مثل هذا المعمل، حلال هذا أم حرام؟ مجرد يعني العمل لا بأس به، ماكو إشكال، يجوز العمل في مثل هكذا معامل، ولكن عليه أن لا يتصدى إلى البيع أو الشراء. يعني مو هو اللي يبيع ويشتري، خلي يكون غيره، أما هو مثلا لنقل الحاجيات، لسياقة السيارة، لرفع الأشياء مثلا، لنقلها، ما من هالقبيل هذا. أما أنه بيع وشراء مثلا أو يتناول، لا، هذا كله غير جائز. إذن الغير جائز هو أن يتصدى للبيع والشراء، والجائز أن يعمل بتلك المعامل، لا بأس بذلك، يجوز العمل. طبعا مع ملاحظة أنه إذا لو فرضنا أنه اضطر إلى البيع والشراء، يعني يبيع ويشتري بهذا اللحم الغير مذبوح على الطريقة الإسلامية، فليبعه على الذي يستحله، يعني اللي هو مو مسلم، على غير المسلم. من يستحل مثل هكذا طعام يعني مذبوح على الطريقة غير الإسلامية، نعم يجوز لأن يبيع ويشتري عليه، يعني على هذا الشخص. زين، نأخذ أيضا سؤال من أسئلة الواتساب، وكثيرا ما تأتينا رسائل على الواتساب. من هذه الرسالة ما مذكور بالضبط من صاحب الرسالة، ولكن هي امرأة تقول: في الوضوء ماذا أقول؟ شنو الأذكار اللي تذكرها بالوضوء؟ طبعا في البداية ينبغي أن نذكر لك صاحبة الرسالة أنه في الوضوء، يعني حينما تغسلين الوجه واليدين ثم تمسحين على الرأس والقدمين، يستحب الأذكار، وإلا بالأصل الإنسان يصمت ما يقول شيء، فقط هذا العمل يؤديه وينصرف إلى الصلاة. لكن وردت في بعض الروايات في الكتب المعتبرة في الرسائل العملية، وردت بعض الأذكار
منها التسمية، يعني حينما يتناول الماء الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والتسمية باعتبار أن هناك رواية تقول كل شيء ذي بال أو كل أمر ذي بال، والوضوء من الأمر الذي هو ذي بال. كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله أو بالبسملة فهو أبتر أو فهو أقطع، ما مضمون هذا الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام. فعليه لما يقبل الإنسان على الوضوء المفروض يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك يسلم البسملة، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يبدأ بتأخذ الماء وغسل يديه، ثم يغسل الوجه. ويستحب أن يقال في غسل الوجه مثلا اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم نور وجهي مثلا، يعني نور وجهي. أو مثلا حينما يأخذ الماء ويغسل يده اليمنى أو اليسرى، اللهم أعطني كتابي في يميني، اللهم لا تعطني كتابي في يساري، من هذه الأدعية، وهي مستحبة وموجودة في الكتب المعتبرة وفي الرسائل العملية. هذا بالأصل، يعني أنه ما يقال في الوضوء هو مستحب. شنو الواجب اللي بي في بداية الوضوء حينما يذكر النية؟ يعني لازم يكون حينما ينوي يذكر النية، القصد للوضوء. ناخذ هذا الاتصال. أم محمد من بابل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي أم محمد. شارك فيها شيخنا، أنا متزوجة ورجلي متزوج علي مرس. فهسه طلعني ببيت وحدي، أنا الكبيرة. نعم. بعدين خلاله سنة وياي وطردني من البيت. غيرتي زوجته شلون يطردك؟ اي هاي بعد طردني من البيت واخذ غراضي وداهن يا مرته الثانية. وانتي وين يعني وين يوديك بعدين؟ ما طردني، قال لي لا قلت وترجعين البيت اهلك ما اريدك بعد. زين انا شلون اهلي قالوا لي انتي بعد متزوجة، واهلي قالوا لي انتي هو يتحمل مسؤوليتك، انا زين وين اروح بهاي الحالة؟ يعني حلال اذا بعد يعني بعد انتي بعد موجود في ذمته زوجته، واجب علي انه يخلي لك بيت السكنين بي، هسه سواء كان اجار ملوك اي شيء، لابد ان يقعدك بيت وينفق عليك، هذا الواجب علي على الرجل اذا انت بعد يعني بعدك زوجته. والا اذا يقول مثلا ما اريدك غيرها يعني يخليه يطلق، اذا في هذه الحاله خم ويخليك معلقه، لا أنت زوجة من وجه ولا أنت مثلا حرة من وجه آخر. فهو أمامه ذني الأمرين، إما أن يفرق أو تفرق الطلاق، زين، وإما أن يتحمل مسؤوليات الزوجية، لأن واجب عليه أن يسكنك في بيت. هو شيخنا هو يعني بكل النواحي هو قصر وياي بكل النواحي، من جهة يعني معاملته انه انا مرته يعني ما مد واجباته وياي. اي هذه انت باستطاعتك، انت باستطاعتك ان ترفعين امرك الى حاكم شرعي حتى يشوف مثلا يستدعي يقول له تعال انت واجب عليك هذا الامر. بلي، اهلا وسهلا بيك يا ام محمد. زين شيخنا واطفالي خذاهم حطاهم يما، كان اريد بس اعرف يعني بهاي الحاله هو باقيني بالشارع لا لاهلي ولا اله. هاي لازم يعني تلجئين الى اهلك، تروحين الى اهلك تقولي لهم خلي يسوون لنا صرفه وياه، يعني مو معقوله رجال يعيف مرته بالشارع هيك، هذا واجب عليه انه ياويها في بيت، هذا واجب عليه. انت روحي الى اهلك، خلي مثلا ابوك اخوك الكبير غيره عمامه عمامك
انه لازم يفهموه ويقولوا له هاي زوجتك، ما يصير انت تذبها بالشارع، هذا مو معقول، هذا الشيء مو معقول. يا اخي هو متبرين، حتى اهلي متبرين منه، ما يقبلون يستقبلونه، لان يعرفونه هو مو النوع اللي شايته وحده، متقلب بالحكي. اي اذا في هذه الحاله يعني لازم تكون ترفعين امرك الى حاكم شرعي، يعني مثلا وكيل المرجع اللي موجود في منطقتكم كذا، تروحين تسولفي له هذا الشيء. اهلا وسهلا ومرحبا بيش. بلي ناخذ بلي، هو نفس السؤال مال الوضوء، وقد ذكرنا المستحبات. الواجب مقدمة قبل الوضوء لابد أن ينوي، وأكو صيغة طبعا للوضوء، لكن مو شرط أن يتلفظ بها الصيغة، لابد يعقدها في قلبه، يعني لابد أن يقول مثلا في قلبه أتوضأ، أو مثلا أقوم بالوضوء بأي صيغة معينة، ولكن هي السائدة هي يقول أتوضأ لصلاة المغرب، لصلاة العشاء مثلا، من القبيل. من واسط؟ أم حسين. أم حسين نعم، تفضل. نعم. يا أم حسين تفضل. يا أم حسين أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. شلونك مولانا عيوني؟ الحمد لله. شنو سؤالك؟ سؤالي مولانا، في زيارة الأربعين هدت لي أمرية في الصحن مال الإمام العباس، هدت لي سبحة. نعم. اي انا هاي السبحه جاي اسبح بيها. نعم. يعني شو اقول بهاي التسبيحات؟ انا جاي اسبح بيها واهديها للامام. افضل التسبيحات هو تسبيح فاطمه الزهراء عليها السلام. 34 مره الله اكبر، 33 مره سبحان الله، 33 مره الحمد لله. هاي هي. اهديها واقول ايش اقول بها؟ هي ذني انا اللي ذكرت لك اياهن يا ام حسين. اي عيني، اقول لابن فضل العباس اهديها. بكيفك، ثواب يعني. ايه. هذا التسبيح تريدين ايه. تهديه لابو فضل العباس بكيفك، تريدين تهديه ايه. مثلا لابوك مثلا وامك احياء ايه. اموات غيره. اموات اموات ايه. اهلي. بكيفك، هذا الشيء راجع لك، المن تهدين الثواب هذا انت يرجع اليك. شكرا. نعم. سيدنا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. زين، فنذكر الصيغه مثلا، نقول صيغه التوضي يعني اتوضا لصلاه الظهر مثلا، يعني على سبيل المثال، او لصلاه الفجر طاعة قربة إلى الله تعالى، أو إضافة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، لأن هذا الوضوء لصلاة واجبة. عندنا من ديالة باسم. باسم من ديالة تفضل. أهلا وسهلا ومرحبا الشيخ. الله يساعدك. تفضل أخ باسم، أهلا وسهلا بك. نعم. عندي زوجتي. بلي. يقول انا ما اعرف اقرا، يقول فلي شلون اختم القران؟ اخ باسم شويه وضح سؤالك، لان ما دا سمعه بالشكل الصحيح. نعم. سيد. زوجتك؟ اي. زوجتي بدياله. بدياله. اي تختم القران قد ما تعرف تقرا. خل تسمع. يعني خلي تجيب ختمة مال القرآن مثلا بالموبايل مسجل، يعني تشغل هذا المسجل أو هذا التسجيل لختمة القرآن وتستمع. بلي. عرفت أخ باسم؟ انقطع الاتصال. نقول أيضا للأخ باسم يعني اللي ما يعرف يقرأ ويريد يختم القرآن، يستمع إلى القراءة من آخرين هم يقرون، والإنسان اللي يريد يختم يستمع، وإذا استطعت مثلا يكرر بعد السماع، يعني يكرر الآيات القرآنية، لا بأس بذلك. زين.
سؤال آخر أيضا من أحد المشاهدين يقول بالي. طبعا احنا نذكر للمشاهد الكرام أنه البرنامج للأسئلة الشرعية وليست لتفسير الأحلام. احنا يعني في برنامجنا ما نخلي جزء من عنده تفسير الأحلام. اصلا انا هم ما اعرف في تفسير الاحلام. علي من واسط. الو، علي من واسط. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. عظم الله اجرك سيدنا. عظم الله لكم الاجر ان شاء الله. تفضل اخ علي. الله يحفظك سيدنا. سيدنا عندنا سؤال وشويه بالبيت جاي جدل به. نعم. بالنسبه لرجوع السبايا الى كربلاء. نعم. المدة اللي استغرقتها السيدة زينب من الشام الكربلة هل صحيح 40 يوم؟ يعني ذهابا وإيابا 40 يوم؟ لا، مو 40 يوم. حسب التتبع التاريخي للروايات هو أكثر من ذلك، لكن صادف رجوعهم وعروجهم على كربلاء لزيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام صادف يوم 20 من صفر. فلما تحسب انت من العاشر، يوم العاشر الى 20 من صفر، هاي 40 يوم. نعم. بس مو معناها انه هي سافرت راحت لدمشق وبعدين حسب الروايات المذكورة انه من دمشق راحوا الى عسقلان ومن عسقلان الى غزة ومن غزة الى القاهرة وبعدين رجعوا مرة ثانية إلى دمشق وبعدين من دمشق رجعوا إلى كربلاء، هاي كلها بأربعين يوم. أي هو هاي إحنا الجدل فيه. لا، هذا حسب التتبع التاريخي أكثر من سنة هو صادف، لكن رجوعهم إلى المدينة المنورة وعروجهم أثناء بالطريق، يعني بنص الطريق عروجهم على كربلاء لزيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام ثم كملوا طريقهم إلى المدينة، صادف ذاك اليوم هو يوم 20 من صفر، لذلك الزيارة مكتوبة زيارة 20 من صفر في الروايات. لو تروح تتبع الروايات تقول زيارة 20 من صفر، مو زيارة الأربعينية. هاي الأربعينية باعتبار أن 20 صفر و اليوم العاشر لما تحسبين تلقاهن 40 يوم بس. نعم سيدنا 40 يوم صحيح. زين، سؤال ثاني سيدنا بدون زحمة عليك. خدمتك. رجوع السيدة زينب عليه السلام رجعت الروت وياها للحفر؟ بحسب الروايات الموجودة نعم. لذلك هذا اليوم يسمى يوم مرد الرؤوس. نعم سيدنا. بلي. موفقين الله إن شاء الله. الله يحفظك سيدنا. أهلا وسهلا ومرحبا. نعم. الأخ صباح يقول في سؤاله، يقول سنة 2001 اقترضت مبلغ من شخص سوري حيث كنت أقيم في سوريا، وبعد رجوعي للعراق صار سقوط النظام ورحت السنة الماضية لسوريا وبحثت عنه ما لقيته، شلون أتصرف بالمبلغ بالعملة الحالية لو العملة السابقة سنة 2001؟ طبعاً لما تختلف العملة اختلاف شاسع، يعني ما بين ما كان 2001 وما الآن هسه في 24، إذا الاختلاف بين يعني في العملة نفسها اللي هي العملة السورية إذا الاختلاف واسع فيقيموا بشيء ثابت. علي من الكوت تفضل. السلام عليك سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يرحمه ويطاف. عندي سؤالين. اي تفضل. أنا من أقرأ القرآن أكو كلمات ما أقدر ألفظها، يعني أتغالط بيها. نعم. صعبة يعني عليك؟ صعبة علي. اي. والسؤال الثاني، أنا عندي سيارة وضربت لي تكرم حيوان في الشارع ما شفته بالليل. نعم. والحيوان تكسر. بلي، هذا السؤال. زين، السؤال الأول اللي هو تقول أنا أكو ألفاظ بالقرآن صعبة علي ما تقدر تلفظها، أنت تقدر تستمع مثلا من القراء على طريقة التلفظ الصحيح بهذه الكلمة
وارجع تدرب عليها حتى في سبيل تحفظها. هاي الطريقة اللي متبعة والصحيحة، اسمعها من واحد يتلفظها بالشكل الصحيح، او تقدر تسمعها من القراء اللي يقرون. يعني اشغل التسجيل الصوتي وانا اردد وراه؟ بلي، باستطاعتك تشغل التسجيل الصوتي وتردد وراه لغاية ما تحفظ هاي الآيات، او على الاقل يعني انت صير عندك عادية، او صير عندك مثلا من تتلفظ بها تتلفظها بالشكل الصحيح وماكو اي يعني اي صعوبة. موفقين ان شاء الله. اما السؤال الثاني، ذكرني بالسؤال الثاني. السؤال الثاني، تكرم ضربت لي حيوان والحيوان تكسر وبس عدل، وانا ظليت بهاي الشكل يعني، وعفته ومشيت يعني، هذا المقصود. اي رجعت وقفت وشفته متكسر وبعد دنيقين وما شفته طلعت بعد. انا فقط استغفر الله سبحانه وتعالى، ما عندك شيء، فقط اي فقط استغفار. استغفار اخ علي، اهلا وسهلا ومرحبا بك. نعم، ناخذ السؤال الاخر. سؤال يقول صاحب السؤال: هل هناك تأكيد من الشريعة على إعطاء الهدية لأي أحد كان؟ نعم، عندنا وارد في الشريعة بل في الروايات على استحباب الهدية بين الأرحام. بين الأرحام. عندنا محمد من بابل. محمد من بابل، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك، شنو سؤالك؟ شيخ بارك الله بك، أنا عسكري. نعم. وأداوم بالموصل. بلي. وصارت عندي دورة بالنعمانية، ما حكم الصوم مالتي؟ هذا صوم الآن يعني في هذا الزمان في هذا الوقت مع المعروف أنه في رمضان يعني؟ ايه في رمضان، في رمضان الدورة مالتي شهرين، واروح سبت ارجع اربعاء، يعني بس اربعة ايام. اها. بالنسبة لك انت من مقلدي السيد الشيرازي؟ لا، سيد السيستاني. الله يحفظه. نعم. اذا انت طبعا انت عسكري قلت؟ ايه عسكري. وقاعد بمقر يعني، مو دائما تتحرك تروح وتجي وكذا؟ لا انا اداواني بيت نباب، دوامي بالموصل. اي بس هنا ثابت وهنا ثابت يعني، هذا المقصود. اي وصارت دورتي بالنعمانيه. ايش قد تقضي عند اهلك وايش قد تقضي هناك بالموصل؟ اقضي بالموصل 15 يوم ويما 15 يوم. في هذا الزين. هاي دائما هتهتشي مو تمام؟ الدورة اجتك لمدة شهرين بس. ايه يعني مو اكثر من هذا. لا لا مو اكثر. مو اكثر من هذا. هنا في هذه الحالة انت لازم تكون تقصر في صلاتك. الصلاة يعني الصلاة والصوم اثنين؟ اي نعم كلاهما. لان بحسب السيد السيستاني انه عنده 6 اشهر لازم. لو او 3 اشهر من كل سنة. 6 أشهر في سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين. في هذه الحالة يسموك كثير السفر. أما هكذا مجرد شهرين، لا هذا ما يعتبر عند السيد كثير السفر، يعني السيد السيستاني المقصود. أي. أما السيد الشيرازي لا، عنده مسألة أخرى. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي محمد. نعم، ناخذ سؤال. طبعا عند السيد الشيرازي حفظه الله مسألة كثير السفر أنه لا يقيم في مكان واحد 10 أيام، وهذا يكون في شهر واحد. إذا لم يقم في مكان واحد 10 أيام فما فوق، يعني من أقل من 10 أيام، ودائما هنا مثلا يقضي له 5، هناك يقضي له 9، هناك مثلا بذيك المحافظة يقضي له يومين، وهكذا خلال شهر واحد يسمى كثير السفر عند سماحة السيد الشيرازي. أما سماحة السيد السيستاني لا، عنده أنه شرط أنه 6 أشهر في سنة واحدة أو 3 أشهر في سنتين. يا الله بعد ذلك يسمى
كثير السفر. أما إذا ما تحقق هذا الشرط يعني دون ذلك 5 أشهر 4 أشهر يجمع بين القصر والتمام وما يصوم. والمتصل الأخ المتصل محمد من بابل عنده فقط 2 شهر، ففي هذه الحالة يقصر ولا يصوم. يعني لما نقول يقصر في الصيام مو مثل الصلاة، يقصر في الصيام يعني لا يصوم، هذا معناه. الأخ عباس من الناصرية يقول إيش وقت تصادف فرحة الزهرة؟ فرحة الزهرة، فرحة الزهرة عليها السلام يوم 9 من ربيع، يوم 9 من ربيع. إذا كان اليوم بلي نأخذ هذا الاتصال. جاسم من بابل. سيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك ويحفظك. أنا داين في مبلغ من شخص يعني من زمان، وهذا الشخص اختفى راح يعني بعد ما عرفت أخباره. نعم. ويعني شنو الحكم مالك يعني المبلغ؟ مبلغ هذا وجيه. مثلا مبلغ كبير كبير يعني مثلا؟ لا شيء 400,000. 400,000. زين. إيه. ما إلى مثلا قرايب أولاد عام أولاد خال منا ومنا حتى تسأل عنه؟ لا والله غريب يعني شخص غريب ليش ما عرفه يعني خش. تواصل وشي واختفى يعني الشخص راح اختفى. يعني أيست يعني أيست أنت من أنه تلاقيه أبدا بس تعرف اسمه مثلا تعرف اسمه لكنه تعجز عن الوصول إلى اسمه 3 حروف بس ما هو اختفى حتى اخباره معك ما ادري ما عادي. خوش في هذه الحالة هذا المبلغ تاخذه توديه إلى وكيل المرجع اللي في منطقتكم، المرجع اللي انت تقلده وتقول له يا اي بلي للوكيل تروح تقول له هذا المبلغ والسوالف لا السالفة ودير وجهك وتطلع. يعني سيد بس اودي المبلغ وهاي هي؟ اي بس هاي تودي المبلغ اي قل له بلي قل له انه اكو فد واحد تداينت من عنده وتسولف له السالفه اللي انت سولفت لي اياها وتعطيه المبلغ. اهلا وسهلا ومرحبا يا هلا بي. نعم ناخذ بلي. اما الاخ عباس من الناصريه في مساله فرحة الزهراء يقول إيش وقت نلزم أو لازم نلزع السواد؟ نزع السواد كما هو معروف في ربيع، ولكن يستحب أن يكون في يوم 9 من ربيع فرحة الزهراء. واحدة من مسمياته هو شنو؟ يوم خلع السواد، واحدة من مسميات هذاك اليوم. في آخر وقت البرنامج نحب أن نشكر الداعمين والمساهمين والمتبرعين لقناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات هداية السائل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.